شكرا شكرا. أهلا بك. إذا تستمر عمليات نزوح الأرمن من أرتساخ إلى أرمينيا، يعني خشية أعمال انتقامية قد ترتكب بحقهم وخشية من تعرضهم لتطهير عرقي، برأيك سيد حمو يعني ما هو مستقبل الأرمن في إقليم أرتساخ بعد سيطرة القوات الأذرية؟ بعد السيطرة على القوات الأذرية، الموت والتهجير والاعتقالات والى اخره، رغم انه عشان احتفاظ على ماية الوجه على اساس هم ناس انسانيين وديمقراطيين كما بيعلن مهربان عليبا والصفح الكبير الهام عليب، يمكن يخلوا كم الف شخص ارمني يساعدون شوي، يطعمون، يعمل مقابلات تلفزيوني معهم مثل ما عم بيعملوا هلا على الحدود التنقلات. فتعرف باكو كانوا عايشين 100,000 ارمني لحتى 1990 200 صار اباده ثانيه هناك لسكان باكو، هاجروا ايما الى ارمينيا الى جورجيا والى روسيا. فحاليا هذا دفعه ثانيه تهجير جماعي، فليس هناك اي امل انه يقدروا يعيشوا، خاصه الدول الاوروبيه اللي كانوا ساكتين لحتى 9 اشهر كانوا مسكر ممر لاتشين، فجاه صار ارمينيا فتحوا الحدود مساعدات الى اخره، فصاروا عم بيشفقوا علينا على اساس هدول الشعب مهددين بالاباده الجماعيه الى اخره الى اخره، رغم انه وخاصة ألمانيا اليوم بدي يبعث مراقبين، وأيضا فرنسا فتح قنصلية في سيونيك إلى آخره. فنحن ما ننسى أنه باندرلين قبل فترة إجت على باكو عملت موافقة ب 20 مليار دولار لاستيراد غاز الأزيري، وعزموا عليه الاتحاد الأوروبي لعواصمهم، عززوه كرموه كبطل مناضل ضد الروسي الى اخره، رغم انه كل غاز هناك هو غاز الروسي. نعم سيد حامو، عذرا على المقاطعه، لكن ذكرت بانه المانيا يعني تطالب اذربيجان بالسماح بدخول مراقبين دوليين لمراقبه حقوق الانسان بارتساخ، ايضا يعني كانت هناك ضغوط دوليه على اداره بايدن لاعلان ما حدث اباده جماعيه بحق الارمن، يعني برايك الى اي مدى هذه الدعوات وهذه التحركات الدوليه قد تحفظ حق الارمن باقليم ارتساخ؟ نعم، ضغوطات اجى وفد امريكي بارمينيا، واول شيء اعلان فتنه على اساس نحن بعثناكم ل 30 مليار دولار شو صار فيه الى اخره، طبعا هذا فتنه دعما لباشينيان. نعم. مشان يتهم الناس اللي قبل انه هاي مصريات اختفت الى اخره. ف نفس الوقت مساعده اوروبيه كم مليون دولار لمهاجرين 600 ملايين دولار منهم 400 ما بعرف كم الف دولار لمتشردين، ولا ننسى انه اداره بايدن واوروبا كله بعتوا مليارات الدولارات للمجرم النازي بانديري اليهودي الصهيوني زيلينسكي، ولحتى هلا عم ببعثوا اسلحه مشان يدمر اوروبا حتى يوصلوا على حرب نوويه ويدمر اوروبا كلهم. فهم مهتمين بزيلينسكي، هذا الصعلوك، ولكن شعب ارمينيا اللي له حضاره الوف السنين ما اهتموا ولا شيء. اليوم نفس القصه، انا اتذكر امتين شمال شخص سوريا عملوا نفس اللعبه، جيمس تيفري اللي كان ممثل فوق الطبيعي للولايات المتحده في شمال شرق سوريا نفس اللعبه لعبها 2019، وقال لك وصلت انسحبوا 5 كيلومتر، هن طلعوا من مراكزهم بدهم يسووا 5 كيلومتر، تركيا عمل هجوم كبير، وانا زرت مخيم اللاجئين بشعبها حلب لاجئين عفرين وكل المنطقه، وشفت الشعب اللي نفس الشعب الارميني اليوم متشردين عم بيعيشوا تحت الخيم و تحت الشتاء تحت ال برد والى اخره. نعم هذا مصير الشعوب.
نعم، سؤال أخير نعم سيد حامو، أريد أن أسألك هنا، يعني هناك مراقبون طبعا يرون أن الصراع الأرميني الأذربيجاني لا يتعلق بقتال بين الدولتين، إنما هو صراع يعني يشمل أطراف إقليمية ودولية عديدة. برأيك يعني هل إقليم أرساخ سيصبح ساحة للصراع والتنافس بين هذه الأطراف مستقبلا، يعني كونها منطقة مهمة وهي طريق إمداد للطاقة إلى روسيا وأوروبا أيضا؟ طبعا طبعا، حاليا هدف كل التحركات، مش انا حسب ظني، مش مساعده ارمينيا. هدف التحركات عمل جبهه ايران، وفي مشاريع كثيره مشان ضرب ايران من خلال اذربيجان. حتى دكتاتور عليف خايف انه يتورط بلده بحرب اقليميه كثير كبيره. وايضا طبعا موقف بدي اقول الخيان الروسي اللي ترك كل هاي الامور تتطور، مش مثل ما قلنا هذيك المره، مشان يعاقبوا باشينان ونظام وعاقبوا شعب غرباء كلهم. فالمهم لكل هاي دول عظمى انه غرباء عم تفتح للسكان الاصليين، مشكله كبيره لهم انتهت. هلا في ارمينيا كمان، ارمينيا كان بين الوجود، ونخلص من قصه الاباده الارمنيه اللي صار له 100 سنه الارمن عم يطالبوا بتعويضات وبمعاقبة تركيا. قبل كم سنة بس ألمانيا اعترفت بإبادة الأرمنية، عمل مقابلة ببندستاغ بمكتبه مع الزميل جامل أصله من ناصر الشركسي من بطس روم. فهو قال لي مقابلة، ألمانيا ليس فقط من المشجعي إبادة مع الدول العثمانية واتحاد وترقي، أيضا مشتركة بالإبادة الأرمنية. وبين براون بالبنوستاك كنا بنحاول نعمل مؤتمر هناك، قال لي شو بدكم منا، ندفع لكم 6 مليار دولار؟ يعني هاي ايبادات كله المانيا، كل دول اوروبا مشتركين فيه. وبدات اللي عمل بالشعب الجزائري مليونين شخص، في افريقيا، في كونغو، كل اوروبا، امريكا، روسيا، كلهم مشتركين فيه. فاليوم مثل ما تقولوا حق بين القوى، فما في حدا مصدق، لا مراقبين ولا غير. نعم سيد حامو، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كان معنا من بيروت حامو موسكوفيان، دبلوماسي وصحفي، أشكرك على طيب هذه المداخلة.